تسمية عراقية نستخدمها يوميا؟ فيطي. اذكر نوع من الأبنية. الفنادق. ماذا يوجد داخل الساعة؟ عقارب. غير؟ أرقام. ماذا تجد في محل حدادة؟ حداد. شيء تراه على مائدة الإفطار؟ العدس. عيدها. الزبيب، شراب الزبيب، عصير الزبيب. شكرا 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 شكرا. سويت يعني فد هشي فد هم ونزاح مو؟ ايه مو خلاص هاي اوقف اوقف وين رايح؟ تعال خل نباوع. سجاد، سألناك 5 أسئلة وكانت إجاباتك كالآتي، بس رد نعرف إيش قد الكمبيوتر انطاك من نقاط حتى تجيب 200 نقطة ويا 117، يعني حتى تنجمع 200. السؤال الأول كان تسمية عراقية نستخدمها يوميا، قلت كلمة مفردة غير مفهومة، الكمبيوتر مثل لها فطلع فراغ، أخذت عليها 0. السؤال الثاني كان اذكر نوع من الأبنية، قلت أو قال ناطحة سحاب أبو 25، أنت قلت فنادق، والفنادق أخذت عليها 18 نقطة. السؤال الثالث كان ماذا يوجد داخل الساعة؟ أبو قال عقارب، 31 نقطة، أنت قلت عقارب، قلت لك أعتقد عيد، قلت أرقام والأرقام موجودة وطلعت لك 25 نقطة. ها شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ ما أدري والله. شنو رأيك الآن بالأرقام؟ يعني أرقامك اللي أخذتها إضافة إلى جمعت 160. شنو رأيك؟ لازم 200 صح؟ لازم 200. بعد سؤالين عندك، إجاباتك تتوقعها تجيب لك 40 لو لا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الرابع كان ماذا تجد في محل حدادة؟ أبو قال مطرقة وأخذ 32 نقطة. أنت قلت حداد، الحداد جاب لك. آه. 24 نقطة. هسه يعني ها؟ بعرف. اي يعني انت قلت عندك توقع تخسرون مو؟ ايه ان شاء الله نفوز. ان شاء الله تفوز؟ ان شاء الله. بس محمد يتوقع؟ لا ان شاء الله. كذا قديش ما جيت انت بمكان سجاد؟ ليش؟ هم خفت. احنا ما رشحنا. هم خفت؟ لان اذا قوي سجاد قدر يجاوب ان شاء الله. بس هذه الكلمه اللي ما انفهمت في البدايه، هو قاعد يقول تعبان، هو اصلا قال يعني قالها احسن من ابوه حسب المتداول، بس ما انفهمت، يعني ما انفهمت. دير بالك دير بالك. خلينا نشوف السؤال الاخير الخامس. شيء تراه على مائده الافطار، اخذ ابوك 29 نقطه على الشوربه، وانت قلت لي شوربه، قلت لي عدس، قلت لك عيد، قلت لي شراب الزبيب. هو عندنا شراب زبيب احنا؟ اذا قول لبن مثلا، قول لبن، اللبن كان ممكن ويا التمر، هي هذا رمضان لبن وتمر وشوربه، الزبيب منين جبت لي اياه؟ بس خلينا نشوف النقاط اللي جابتها. ايش قد الزبيب؟ بس لا 10 يصير 194. خلينا نشوف ايش قد تتوقع؟ تتوقع؟ شراب زبيب. بس هاي الفيطي، بس هاي الفيطي. تعال انطيني العشرة مليون دينار عراقي وألف مبروك يا سجاد. هاكي كلهم جاية حتى 4 مليون.